خيركم تقدم خيركم من علم الأجيال الأربعون في تعظيم القرآن الكريم وخشوع الحديث السابع والعشرون عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها متفق عليه. فهو السكينة والهداية والتقى وهو الشفاء لكل ذي قلب سقيم.